الله عليه وسلم. بيان عائلة الشهيد سعيد. بعد أن رفضت الدولة المغربية وعبر كل مراحل المتابعة القضائية للشرطي المغربي المتورط في مقتله بواسطة الرصاص الحي إجراء حبر طبية أو تشريح طبي للكشف عن حقيقة وملابسات هذه الجريمة التي مست من حقه في الحياة وتسببت في الوفاة المفاجئة لأب الأسرة سيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر بسبب تعمد الدولة المغربية في فبركة سيناريو محبوك يجعل ابنه الشهيد في جلسة خمر قيد حياته واستمرارها في رفض إجراء تحقيق عادي ونزيد حول قضية مقتله متأثرا بالرصاص وفي مضايقة أفراد العائلة وكل المتضامنين معها وممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي ضدهم. إن عائلة الشهيد سعيد دنبر التي عبرت ومنذ وقوع هذه الجريمة عن عدم ثقتها في القضاء المغربي الغير المستقل والمعتمد على تعليمات بهدف تبرئة الدولة المغربية من مسؤوليتها في إطلاق الشرطي المغربي للرصاص في ظروف غامضة ضد ابنها لتجدد مرة أخرى عدم مصداقية وجدية القضاء المغربي بالرغم من الحكم الصادر ابتدائيا واستئنافيا في حق الشرطي المتورط في هذه الجريمة.
إنه يكفي التأكيد على أن جلسات محاكمة الشرطي المغربي جرت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية وسط حصار أمني مشدد شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية، توج بالاعتداء على المدنيين الصحراويين وإلحاق الضرر بهم للبرهن على أن الدولة المغربية ذاهبة في عدم الكشف عن حقيقة الاعتداء المسلح على الشهيد سعيد دنبر الذي تظل قضية مقتله ذات أبعاد سياسية مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم قديميزيك منذ تاريخ 8 نوفمبر 2010. وعلى هذا الأساس فإن عائلة الشهيد سعيد دنبر وهي تتشبث بالحقيقة كل حقيقة عن ظروف وملابسات مقتله بواسطة السلاح الناري بالعيون الصحراء الغربية تعلن للرأي العام الدولي ما يلي: أولا تثمينها للدور الذي يقوم به كافة المتضامنين الصحراويين والأجانب لمؤازرة العائلة والتعريف بقضية ابنها الشهيد سعيد دنبر مع ما تبذله جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية وإنسانية دولية وكافة الضمائر الحية من مجهود للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة. ثانيا شجبها لانخراط القضاء المغربي الغير المستقل في تأكيد الرواية الرسمية للدولة المغربية الهادفة إلى طمس الحقيقة وإلساق تهما غير أخلاقية لابنها دون مراعاة لمطالب العائلة وهيئة الدفاع خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة ابتدائيا واستئنافيا. ثالثا دعوتها الدولة المغربية الإسراع بالكشف عن حقيقة مقتل بنية الشهيد سعيد دنبر من خلال إجراء تشريح طبي يشرف عليه أطباء مختصون مع تحميل العائلة المسؤولية الكاملة لها لبقاء الجثة داخل ثلاجة بقسم الأموات بالمستشفى. رابعا تمسكها بمساءلة الجهات الرسمية المغربية التي تسببت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مقتل ابنها بالرصاص الحي الذي استعملته قوات الجيش والشرطة ضد المدنيين الصحراويين على خلفية قضية مخيم قديميزيك والمشاركة في المظاهرات السلمية بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب. خامسا مناشدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية والضمائر الحية بمواصلة مؤازرتها في هذه القضية والضغط على الدولة المغربية للقبول بمطالب العائلة العادلة والمشروعة. كما تعلن العائلة تضامنها الكامل مع المعتقلين السياسيين وأسرهم وعائلة المفقودين وكل المتضررين الصحراويين. حرر بالعيون الصحراء الغربية يوم 22 يناير 2012 عن عائلة الشهيد سعيد دنبر.